لك معطيش لو بلوس. يعني ليش كان احنا في تونس ما نحبوش النقد؟ يا اخي احنا 2002 وانهارت اللي طحنا من كوب دافريك عملوا لنا قاعده كيما هكا اخويا، مي ما لعبناش مليح. بعد عامين هزينا كوب دافريك على العناق وتم توصيمنا من قبل الرئيس السابق وكل شيء، فهمت؟ وهذايا الواقع اللي صار. اليوم الكوره ثم ملاعبيه، اليوم الشعب البسيط اللي ياخذ في 350 دينار و400 الف ويسمع في الملاعب الفلاني ياخذ 500 مليون وملاعب الفلاني ياخذ، ما واش انا ربي عينهم الملاعبيه، ما مانيش نحكي على مين، نحكي على العبد البسيط. سي نورمال باش طالب الناس باش تفرحوا باش تعمل. علاش اليوم انا كي نجي نشكر اليوم هذا نقول الشعب باش طلب شيء، خذ الفلوس ما فرحني تنقلها بشكل الشعب. كي نجي نقول يعطيه الصحه فلان، علاش ما يكلمنيش في التليفون؟ معلش يبدا ساكت والله يقول لك حاتم احسن محل. نهار اللي جيت تتكلم انت وتحكي في الواقع، معناها مش كلامي انا وحدي، معناها الناس الكل متفقه. بارتو انا نتبع في التلفزيون كل بارتو يقول لك تونس ما جاتش، مش موجوده لا تكتيك ولا كوره ولا فنيات ولا ملاعبيه ولا حتى شيء، وتقول لي جينيراسيون وملاعبيه، واعطيني ملاعبيه وين قاعده تعترف، واعطيني المشاكل والناس تفركس كان في الفلوس والناس تفركس كان في الواحد. انا نحب تذكيرا، انا نهار اللي بطلت الكوره جاتني الهلال السعودي وانا بطلت الكوره، اعطتني 6 شهور مليار و600 ما مشيتش، وتو مبطل الكوره راني تو. اسكو الخليج انا 22 سنه واحد يحترف في الخليج، شنو معناها؟ شو تحبوا هذايا باش يمشي يهز لكم دافريكا؟ كيما انا نحكيو الواقع احنا ونتكلموا الواقع. يا خويا امشي لي اي كيب في فرنسا حتى ديفيزيون 3 ما تفركسليش في الفلوس، عمرك 22 سنه انا اخويا. يقول لك حبيب من المستقبل. انت بالله 22 سنه انت خايف على المستقبل؟ انا شو اللي تحكي لي؟ ما انا نحكيو احنا كي تحب تحكي في الحق، في الحق. انا اليوم ملاعب يبدا وراه عائلته كامله تدافع عليه. يا خويا ما شفتش ملاعب هكا، والكره تخلقت للزواوله، قال خالد بن يحيى الله يذكره بالخير. الكره تخلقت للزواوله، والزواوله هما اللي يخلطوا ملاعبين، خاطر يتحملوا الضرب ويتحملوا السبان ويتحملوا الكفوف ويتحملوا الغربه ويتحملوا بعاد على والديهم ويتحملوا كل شيء. اما انا تجيني كل شيء بلاتو خويا يدافع عليا من تالي ومرت بابا تتكلم في تراشكون، سي نورمال. نشوفوا جمعيه كيما هكا قاعده تلعب ويلزمنا نسكروا فهمنا الناس الكل ويلزمنا نسكتوا ونقولوا والله ليكيب ناسيونال باهي. اليس ناسيونال مع التوانسه ودربت مع لي زيترونجي، شفت كيف دونترونير تونسي يعملوا فيه شر البهاد، يقول لهم هزوني ستاج مثلا 15 يوم في المانيا، قولوا له ليه ياسر علينا ما عندناش فلوس، يجيهم لو مير مثلا قول لهم ستاج 6 سنين يهزونا ديريكت، واحد ما يدخلش. شفت هذيك فاست الصحفيين ما يدخلوش وقت اللوتيل وقت بريزيدون باش يتجنن، راه نتاع سي حموده وقت ني من يجي يعمل مع حد شيء، خاطره كاسح تابع الجيش قبل الله المالي حتى معنا احنا راهو صعيد. كي يجي تونسي يتدخلوا فيه، انا ناكد لك ناكد لك لي زادجوان تاع سامي مش هو اللي اختاره. تيدي معاه فريد بن قاسم وكل شيء وقت لكن واللي شوف الكل داير بيه ستاج والواحد وكل اختارهمش ويتدخلوا فيه على المسؤول على خاطره تونس. خلينا نشوف المسؤول ايش معلش ترجع الكوره للكورجيه، هذه اهم حاجه اهم نقطه، ورجعوا لنا الكورجيه الكبار. خويا انا مانيش منهم، رد بالكم تستدعوا باش ما يقولوش لا انت كورجي كبير ما زلت صغير. واثنين حطوا سخينه في القاع الملاعبيه نتاعنا ويزينا، وعندي كونترا غادي وعندي كونترا غادي، حط سخين في القاع وينقصوا من الحس ويخدموا، لانه احنا والصحافه انتوما معناها انتوما الصحافه اللي تفرجوا فيها الناس لافز ولا يزيكم تعرفوا شكون اللي تكلموا فيه بالباهي وتعرفوا اللي تعطيوها وقت. احنا ملاعب يلعب درجين ترجعوه رونالدو في تومبكو، والملاعب اللي يلعب شتر خويا تعطيه كل خويا حاتم. اذا كان احنا صحافه كصحافه تونسيه في كاس سجلنا هدف واحد، على شنو باش نحكي؟ لا لا ما نحكيش على التفريق، نحكي على الجمعيات نحاول الانتماءات نتاعنا، لانه انا متاكد لي انا كي نطلع في البلاتو نحي انتمائي لنادي الصفاقسي، متاكد انا هنا كي نقعد هنا نحكي كتونسي، حتى كي نبدا نحلل في 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 جمعيات نتاع نحاول الانتماءات نتاعنا وناخذ الكره اللي يحب ترجي واللي يحب الكلوب، مش مشكلتي انا شكون تحب، المشكله كي نطلع في البلاتو نحلوا الكره ونتكلموا على الملاعبين بالحق ونعطيو كل ملاعب حقه باش تتحسن الكره. مازال نخليوها المنتصر ما يصيرش.